مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. في المصدر أونلاين، الحوثيون يهددون محامي الدفاع عن المختطفين بعد مطالبته بتوفير ظروف مناسبة لموكليه. أما في العربي الجديد، سرطان الدم يهدد حياة أطفال اليمن. وفي البي بي سي، أخبار منوعة تقول بعد رفض طلب لجوءه في بريطانيا، نيجيري ينام في الحافلات لمدة 21 عاماً. البداية من موقع يمن مونيتور، والذي نقل عن مصدر عسكري يمني إعلانه أن قوة عسكرية تابعة لألوية الحماية الرئاسية ستعود إلى القصر الرئاسي مع شيق في عدن خلال اليومين القادمين. ونقلت وكالة الأناضول قول المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن اتفاقا عقدته اللجنة العسكرية السعودية المشرفة على اتفاق مصفوفة الانسحابات العسكرية المتبادلة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي قضى بدخول قوة من ألوية الحماية الرئاسية إلى قصر معاشيق خلال 48 الساعة القادمة. وأضاف: وصلت في وقت سابق لجنة سعودية إلى مدينة شقرة الساحلية بأبين على بعد 45 كيلومتر إلى الشرق من عاصمة المحافظة زنجبار. ولفت المصدر أيضا إلى أن الاتفاق تضمن إعادة انتشار وتمركز قوات اللواء 39 مدرع بين محافظتي أبين والبيضاء، فيما ستنتشر قوات اللواء 3 حماية رئاسية في معسكر العمري بمنطقة ذوباب التابعة لمديرية المخا بمحافظة تعز. الخميس الماضي أعلنت الحكومة اليمنية توقيع مصفوفة انسحابات عسكرية متبادلة بين الحكومة والانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا وعودة القوات المتفق عليها بين الطرفين إلى مواقعها وفق اتفاق الرياض. واستنادا للاتفاق نفسه، ستدخل قوة تابعة لأمن محافظة أبين إلى زنجبار التي تتولى قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا الإشراف على الأمن فيها حاليا. تحدث الصحفي مأرب الورد في موقع يمن أو اليمن نت عن عودة هذه المشروطة، وقال أيضا: في حوار مع وكالة سبوتنيك الروسية، أجاب سالم الخنبشي نائب رئيس الحكومة على سؤاله عن موعد عودة الرئيس هادي لعدن قائلا: الرئيس بحسب النص الذي ورد في اتفاق الرياض سيعود عند تشكيل الحكومة الجديدة فورا إلى عدن لكي تؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمامه. يبدو السؤال محرجا للنائب، لكن لحسن حظه أنه وجد في اتفاق الرياض ما يخارجه، فذكر النص الذي حدد عودة الرئيس وهو معروف بالنسبة اليمنيين. ماذا لو لم يتضمن الاتفاق أي إشارة لعودة الرئيس؟ ليس معروفا ماذا سيرد الخنبشي، لكن أزعم أنه سيجد صعوبة في تقديم إجابة مقنعة، وربما يتبرع بالقول أنه سيعود في الوقت المناسب أو بأي وقت. بحسب الموعد الزمني للاتفاق، كان يفترض أنه قد تم تشكيل الحكومة، بيد أن هذا الأمر لم يحدث رغم مرور أكثر من شهرين بسبب تعثر التنفيذ وهو الوضع السائد حاليا وقد يستمر لفترة أكثر، وبالتالي لن يعود الرئيس قريبا طالما لم تشكل الحكومة. من الواضح أن تنفيذ الاتفاق دونه تحديات وعقبات كثيرة لا تخفى على أحد. هناك من يرى أنه يسير على خطى اتفاق السويد الذي مر على إعلانه أكثر من عام ولم ينفذ منه إلا جزء بسيط، مع أنه مدعوم بقرار من مجلس الأمن. والسؤال: لماذا عودة الرئيس مرتبطة بتنفيذ خطوة من الاتفاق وهي تشكيل الحكومة؟ الحقيقة أن هذا أمر مخجل أن يتم تقييد حرية الرئيس إلى درجة ربطه بتنفيذ اتفاق يمكن أن ينفذ بمعزل عن مسألة عودته. لا يجب وضع حركة الرئيس في أي اتفاق مهما كان المبرر، لأن هذا انتقاص منه ومنح لا يستحق ما لا يملك، وهو التحالف الذي استنجد به الرئيس لمساعدته وإذ يتحكم به بدلا من أن يخضع لما يريده هو باعتباره رئيس البلاد. اختطفوهم بتهمة العمالة ثم عذبوهم، والآن قاموا بمحاكمتهم صوريا وهددوا محاميهم حتى لا يقوم بواجبه في الدفاع عنهم. كل هذا فعلته ميليشيا الحوثي. يقول موقع المصدر أونلاين إن جماعة الحوثي هددت محامي الدفاع عن المختطفين بعد مطالبته بنزع القيود عن موكليه وإخراجهم إلى قاعة المحكمة خلال الجلسة التي عقدت في صنعاء. محامي الدفاع عن المختطفين عبد المجيد صبرا قال في بلاغ وجهه إلى النائب العام إن المسلحين الحوثيين المسؤولين عن المختطفين هددوه بالاختطاف إثر مطالبته بتوفير ظروف مناسبة لموكليه في قاعة المحكمة.
وأوضح أن الحوثيين رفضوا مطالبه، ما دفع القاضي إلى رفع الجلسة والتوجيه بإعادة المختطفين إلى أماكن احتجازهم في مبنى الاستخبارات. وتواصل جماعة الحوثيين اختطاف الآلاف من المدنيين دون أن توجه لمعظمهم أي تهمة، بينما أخضعت آخرين لمحاكمات صورية بتهمة الإرهاب والتعاون مع العدوان، في إشارة إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية. أما في موقع عدن الغد، فتحدث عن طلاب كلية الحقوق الذين يقيمون وقفة احتجاجية للمطالبة بتسليم قتلة زميلهم حسن عطية. وأضاف الموقع: الجميع صعقوا قبل أيام بمقتل شاب من طلاب كلية الحقوق حسن عطية في منزله على أيدي أشخاص لم يتم الكشف عن هويتهم إلى هذه اللحظة، ولم تتمكن الجهات الأمنية من معرفة الأسباب. جريمة مقتل الطالب حسن لم تكن هي فقط من آلمت الناس، بل أيضا موت خطيبته جراء إصابتها بنوبة قلبية جراء الصدمة بعد معرفتها خبر مقتل حسن. طلاب كلية الحقوق وزملاء الطالب حسن قرروا تنظيم وقفة الاحتجاجية من أجل مطالبة الجهات المعنية بالكشف عن قتلة حسن وتسليمه للمحاكمة، وإن تأمى تأخير ذلك سيقومون بالتصعيد. الطرف الغائب في صراع الخليج العربي، هذا ما اختاره الكاتب مهنا الحبيل ليكون عنوانا لمقاله المنشور في صحيفة العربي الجديد والذي جاء فيه: المشهد المستمر بالفعل يعطي مؤشرا أن الاستراتيجيات الكبرى بين طهران وواشنطن هي ما يبرز بعد كل جولة تصعيد تنهك عبره المنطقة العربية، لا في الخليج وحسب بل في المشرق العربي ككل. ولنلاحظ هنا أن أرض التصعيد تشمل جغرافيا الخليج العربي من خليج البصرة إلى مضيق هرمز وضفتي الساحل، والنزف المستمر من مخزون القدرة الذاتية على الصمود دولا أو جزءا من أمة العرب، ربوف بنية أهل الخليج العربي، والابتزاز الغربي المادي الجشع ينهب ميزانية الحاضر ومستقبل الأجيال. ومع ذلك طرف الغائب هو الخليج العربي ذاته، هناك جسم من هذا الخليج يتبنى الوساطة كون أن الحرب الواسعة مهدد يهيئ لسقوط منظومة الدول نفسها أو زجها في جحيم الحرب، وهذا تحرك صحيح، لكن هذه الوساطة يقننها القطبان لمصالحهما. على العكس من بقية الأطراف التي تستثمر في مثل هذه المواسم التصعيدية فهي تضيف لها ورقة كل جولة، فيما يستمر الانهيار الذي وصل إلى حد أن مجرد توقع انسحاب أمريكي من المنطقة يشير إلى أن إيران ستحل في هذا الفراغ قطعا. هذا غير صحيح، بل العكس، بتت عمليات التدافع الإقليمي والدولي أن التكتل الإقليمي العربي يستطيع أن يصنع فارقا. لكن ما هو التكتل العربي الذي يمكن له أن يحقق الحد الأدنى من القوة؟ هل هو مفهوم تحويل الخلاف والصراع السياسي مع الجار الخليجي إلى حرب عديمة مفتوحة؟ هل هو إسقاط الحد الأدنى من التنسيق الجمعي لمواجهة التحديات؟ هل هو تحويل الشعوب إلى سكان ضيوف يوزعون على الفنادق ودرجات نجومها بحسب التقييم الأمني من دون دستور فاعل ولا برلمان مستقل ولا حتى مساحة حرة لمجتمع مدني؟ تقول صحيفة العربي الجديد إن المشاكل الصحية التي كان يعاني منها الطفل أيمن كثيرة، ولم يتمكن الأطباء العاملون في بعض المراكز الصحية في تعز من تحديد الأسباب قبل نقله إلى صنعاء لعرضه على أطباء متخصصين. تقول والدته: كان يشكو من انتفاخ وآلام في المعدة وفقدان للشهية وصعوبة في التنفس، لكن الأطباء في مدينة تعز كانوا يقولون إن هذه الأعراض ناتجة عن الإجهاد. ومع استمرار تراجع وضعه الصحي قررت أسرته نقله إلى العاصمة صنعاء للعلاج، وبعد إجراء التحاليل الطبية اللازمة تبين أنه مصاب بسرطان الدم اللوكيميا. تضيف والدة أيمن: عندما كان الأطباء يتحدثون عن شكوكهم شعرت بغصة، وحين عرفت بنتائج التحاليل المخبرية بكيت وخفت على مصير طفلي. وتشير إلى أنها نقلت طفلها على الفور إلى مركز لعلاج مرضى اللوكيميا في صنعاء، وهناك تحسنت حالته الصحية على الرغم من تعبه بسبب عدم قدرته على النوم والأكل بشكل طبيعي جراء جرعات العلاج التي يتلقاها. وتواجه عائلة المريض تحديات كبيرة لتوفير متطلبات العلاج، منها الأدوية غير المتوفرة مجانا كما في السابق وارتفاع أسعارها في الصيدليات. الطبيب أنور العزب تحدث عن تعدد أسباب إصابة الأطفال باللوكيميا في اليمن، وعلى رأسها عوامل جينية وراثية ناجمة عن زواج القاصرات والولادات المتتالية واستمرار النساء بالإنجاب بعد بلوغهن سن 35.
الكاتب بيبر لوي ريمون قال في صحيفة القدس العربي إن السياسة الدولية تختصر بمصطلحين هما توازن وموازين، وقال أيضا في مقاله: توازن موازين مصطلحان يمكن اعتبارهما ركيزتي السياسة الدولية، بل السياسة بل الحياة أصلا. وهنا تبدأ المشاكل. تبدأ المشاكل لأن التوازنات القائمة على الحسابات تعيدنا في نهاية المطاف أيًا كانت إلى سيناريو من سيناريوهات توازن الرعب، كما كان يقال أيام الحرب الباردة. نعم، انتهت الحرب الباردة، لكن أكثر ما كنا نتوق إلى رؤيته تبخر في لمحة بصر. توازن بدون رعب، بقي الرعب، وفي أكثر الأوقات اختفى التوازن فنشهد في الغالب رعباً بدون توازن. طبعاً الترجمة الحالية لتوازن الرعب تجدها أساساً في علاقات طهران بواشنطن المتمثلة في لعبة إن تمسني أمسك، لكن في حدود. انظر كيف أبلغت إيران أمريكا مقدماً بقصفها لقاعدتي عين الأسد وكيوان، بينما تسعى أوروبا والسعي فاشل لإعادة بث روح الاتفاق النووي لسنة 2015 بغية إقامة توازنات يعاد رسمها وفق منطق عالم متعدد الأقطاب. وآخر إخلال بالموازين في الملف الإيراني طبعاً من إبداع ترامب عند تغريده باللغتين الإنجليزية والفارسية دعمه لحراك الشارع الإيراني ومظاهراته، لكن الاعتقاد بأن مجرد التغريد ضمان للانتقال إلى التفويض، تفويض من الشعب الإيراني لأمريكا بقلب النظام في إيران، تفكير مبني على مغالطات سيؤوله ذات الشعب حتماً في اتجاه محاولة خارجية للاصطياد في الماء العكر. بعد محاولات التوازن الفاشلة، هل من باركة أمل لتوازنات أخرى أكثر نجاحاً؟ لا يمكن فصل التوازنات عن موازين القوى، مبدأ يصح في العلاقات الدولية كما يصح بل يفرض نفسه عندما يتعلق الأمر بضمان سلامة المؤسسات الدستورية وتوازن السلطات. يقول موقع شبكة البي بي سي بعد أن رفضت السلطات في بريطانيا طلب لجوء شاب نيجيري يدعى صني قبل 20 عاماً، لماذا يجأ لم يجد ملاذا آمنا على متن إلا على متن حافلات تجوب ليلا شوارع العاصمة لندن. ينتظر صني الحافلة متحليا بالصبر بينما تخترق الرياح سترته البارية في فصل الشتاء قارس البرودة. يتذكر صني نفسه حين كان صغيرا يركع مصليا بين جدران خرسانية داخل سجن نيجيري في انتظار تنفيذ حكم الإعدام، وجريمته هي النضال من أجل الديمقراطية. لكن أقارب صني وأصدقائه استطاعوا شراء حريته بعد أن دفعوا رشوة للجميع من مسؤولي السجن إلى مضيفة الطيران على متن طائرة متجهة إلى لندن. السلطات البريطانية رفضت طلب لجوئه ووضعته أمام خيارين: إما العودة إلى الوطن الذي تحكمه قبضة حديدية لحاكم عسكري وتنفيذ حكم الإعدام عليه، أو الاختباء في لندن. ومن بريطانيا أيضا ما أورده موقع الدي دبليو أن الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا وصفت النقاشات التي أجرتها مع حفيدها الأمير هاري ودوغا ميغان بأنها بناءة جدا، وأنها تدعم هي والعائلة الملكية رغبة هاري وميغان في توفير حياة جديدة كأسرة شابة، مشيرة إلى أنه كان هناك توافق على أن تكون هناك فترة انتقالية يقضي فيها هاري وميغان وقتهما في كندا وبريطانيا. وانضمت ميغان للمقابلة عبر الهاتف من كندا، وشاركت في المقابلة أيضا عدد من أبرز أفراد العائلة الملكية على رأسهم شقيق هاري ويليام وولي العهد الأمير تشارلز. وكان الأمير هاري وزوجته ميغان قد أعلنا بشكل مفاجئ عن خططهما بشأن تحقيق استقلال مالي لهما والتخلي عن واجباتهما الملكية وتقسيم وقتهما بين بريطانيا وأمريكا الشمالية. صحيفة الغارديان البريطانية نشرت صورا من احتفالات تقيمها اليابان بطريقة تقليدية ولبس تقليدي أيضا. نتابع جزءا من الصور في جولتنا المصورة في هذه الحلقة.
في الفقرة التالية نتابع رسوم كاريكاتير والتي جمعها معد هذه الحلقة، نتابع. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، نشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، إلى اللقاء.